بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الأول من مادة المهارات الحياتية للصف الرابع الابتدائي بعنوان نظافة الجسم والسلامة أثناء الاستحمام. هذا الدرس أسبوعين، كل أسبوع حصة. في عندي هنا بيقول لي المفاهيم الرئيسية: النظافة، الاستحمام، السلامة، الخطر. بيقول لي وضع الدين الإسلامي منهجا متكاملا لحفظ صحة الإنسان، فشرع لنا النظافة، وحث على غسل الجسم باستمرار، وجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة، ولن تكون حسن المظهر ما لم تكن نظيفا ولو تعطرت بأفضل أنواع العطور وأجودها. هنا بيسأله ويقول لي: ماذا لو لم نستحم فترة طويلة؟ ناقش زملائك مع زملائك ثم دون إجابتك. يلا، أول حاجة عدم الاستحمام لفترة طويلة، إيه اللي يحصل؟ تكون رائحة الجسم عرق كريه، تتكون الجراثيم على الجسم أو خلاها تتجمع، الإصابة بمرض جلدي، جلدك هيجرى له حاجة بسبب هذه الجراثيم. الاستحمام المنتظم وعند الحاجة، نظافة الجسم، رائحة الجسم طيبة، الشعور بالراحة النفسية والجسدية، جسمك هيستريح ونفسيتك هتستريح، لأن لما بتستحم بتتساقط الشحنات من الجسم، نفسيتك تستريح وجسمك بيستريح لأن شلت من عليه العرق والأوساخ. يبقى هذه أول الأشياء التي قمنا بكتابتها. طريقة الاستحمام، عندي يهدف البرنامج الوطني لترشيد استهلاك مياه كثرة الماء، سيبنا من دي. تعالى، هو هنا بيقول لك عاوزنا نرتب له الصور التي أمامنا. أول الصور هذه نكتبها بلوحة المفاتيح، مظبوط. رقم واحد، تستخدم بعض الكلمات، دي رقم ستة، يصطف الجسم جيدا، دي رقم أربعة، ترتدي الملابس النظيفة خمسة، يدعك الجسم بليفة ناعمة اثنين، تنظيف القدمين جيدا ثلاثة. نكتب هذه الأرقام 1 6 4 5 2 3. نرجع نغير لوحة المفاتيح، نخليها باللغة العربية. نحن تخيل أنك صحفي واجمع آراء زملائك حول فوائد الاستحمام والأضرار الناتجة. نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، فوائد الاستحمام، نظافة الجسم، الشعور بالراحة النفسية
والجسدية. جسمك مستريح ونفسيتك مستريحة والجسدية. رائحة الجسم طيبة. أضرار عدم الاستحمام. اتساخ الجسم. رائحة الجسم كريهة. كريهة. إصابة الجلد بأمراض جلدية. كمان هنا في فايدة في فوائد الاستحمام، موافقة السنة في النظافة. ديننا دين النظافة، العكس بقى هنا مخالفة السنة. هنا مخالفة الايه؟ السنة. يبقى هنا بيوافق السنة لما يستحمى، لان ديننا دين النظافة، وهنا يخالف السنة. موافقة السنة مخالفة السنة. أغلق الباب أثناء الاستحمام حماية لنفسي. تأمل هذه الصورة ثم قدم نصيحة له. حلو. هذا سلوك غير جيد لأنه ينقل الأمراض للجسم عن طريق الفم من الأوساخ والجراثيم الموجودة تحت الأظافر. هذا سلوك غير جيد. ليه بينقل أمراض للجسم عن طريق الفم؟ منين؟ من الأوساخ والجراثيم الموجودة تحت الأظافر. تذكر تقليم أظفارك كلما طالت حتى تكون إنسان نظيف، وحتى يرضى عنك الله عز وجل ورسوله، لأن قص الأظافر من الفطرة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنن الفطرة. السلامة أثناء الاستحمام. الاستحمام بصفة دورية ينشط الإنسان جسميا ونفسيا، زي ما احنا قلنا، أنه يعمل على إزالة الأوساخ المتراكمة على الجسم ويخلصه من روائح العرق، كما يساعد على التخلص من بعض الآلام التي تصيب العضلات بسبب الركض واللعب. الأخطار أثناء الاستحمام: أولا، الانزلاق على أرضية الحمام. أحمي نفسي أثناء الاستحمام بتفادي مسببات الانزلاق في الحمام بمراعاة ما يأتي: خلو أرض الحمام من الماء والصابون قبل البدء. ليه؟ لأن ممكن تدوس على المية أو الصابون وتتزحلق. وضع قطعة خشنة من المطاط والنسيج الليفي أو النسيج الليفي السميك مكان الوقوف عشان ما تتزحلقش. استخدام الحذاء المناسب الذي لا يسبب الانزلاق على أرضية الحمام. يبقى ما تكون خالية من الماء والصابون، حط شيء خشن، استخدم حذاء مناسب. هل هناك أسباب أخرى تؤدي إلى الانزلاق في الحمام؟ نعم. أقول له نعم. بيقول لي اذكرها.
مثل وضع الزيت على أرض الحمام، أو البلسم، أو الشامبو. هذا ممكن. الركض في الحمام، واحد بيجري ويركض، ممكن يقع على الأرض. يبقى وضع الزيت على أرض الحمام أو البلسم أو الشامبو، الركض في الحمام، أو القفز، واحد عمال يتنطط في الحمام، كل دي أسباب. نكمل. بيقول لي التعرض للماء الساخن، ما تتعرضش للماء الساخن. أول حاجة قلنا حاول ما تتزحلقش، ما تتزلق لا حتى لا تطيح، وما تعرضش نفسك للماء الساخن بشدة. تعتبر السخانات من الضروريات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتسخين الماء في حياتنا اليومية، خاصة في فصل الشتاء، ولكن تنبغي صيانتها وعدم إهمالها وتغييرها إذا تعرضت للصدأ. كما يجب الحذر عند استخدام الماء الساخن وخلطه بالماء البارد لضبط درجة الحرارة المناسبة قبل الاستحمام لنحمي أنفسنا من الأخطار. ما الأخطار المحتملة محتملة الحدوث عند استخدام الماء الساخن؟ حرق الجلد، لو مية سخنة جامد جلدي يتحرق، تلف الشعر، تحرق شعرك وتليفه، يبقى ممكن تحرق جلدك او تلف الشعر. ما تستخدم مية ساخنة جدا. يبقى دول حاجتينهم. لما يتجعد جلد الإنسان عندما يمكث فترة طويلة في الماء؟ لأن الماء يدخل تحت الجلد فينتفخ الجلد، دي واحدة. لأن الطبقة الزيتية الموجودة على الجلد تزال بواسطة المياه، فيخشن الجلد. برضو في سبب ثالث، حتى يتمكن الإنسان من مسك الأشياء فلا تقع من يده. هذا كما قال العلماء البريطانيون، قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا حتى لا تقع الأشياء من يدك، فبيخلي إيدك تخشن لما بيكون في المية، وبعد ما تبعد عن المية ترجع تاني زي ما كانت. سبحان الله الذي يقدر كل شيء من أجل صالح الإنسان. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. طبعا الصاع هذا حوالي 3/4 لتر، والمد يعني الصاع 5 أمداد، يعني أدي المد 5 مرات. واتبعا للهدي النبوي الشريف ومسترشدا بالأفلام الوثائقية للبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه قطرة، ما اقتراحك للتوفير في استهلاك الماء أثناء الاستحمام أو الوضوء؟ أو لا أفتح السنبور على آخره. لا أزيد في الوضوء عن 3. مرات عند غسل العضو. لا أفتح الماء أثناء الاستحمام طوال الوقت، وإنما عند الحاجة. لما أجي أستخدم الليفة والصابونة وبعدين أخلص الليفة وبعدين أشطف. هل هناك أخطار أخرى قد تحدث داخل الحمام؟ طيب، يبقى لا أفتح السنبور على آخره، لا أزيد في الوضوء على 3 مرات عند الغسل للعضو، لا أفتح الماء أثناء الاستحمام طوال الوقت وإنما عند الحاجة. هل هناك أخطار أخرى قد تحدث داخل الحمام؟ أذكرها نعم. إذا استخدمت سخان غاز يجب الحذر حتى لا أختنق. يجب أن تكون توصيلة السخان الكهربائية سليمة حتى لا تمسني الكهرباء. يجب إصلاح النوافذ وغلقها حتى لا أصاب ببرد الشتاء. هذه بعض الأشياء التي ممكن تكون موجودة. في ناس بتختنق من سخان الغاز. يجب أن تكون توصيلة السخانة الكهربائية سليمة حتى لا تمسني الكهرباء. إصلاح النوافذ وغلقها حتى لا أصاب ببرد. إن الشعر يقف بشكل عمودي على الجلد في الطقس البارد، كما ينتفخ الجلد حول منبت كل شعرة ليغلق المسام بإحكام حتى لا تتسرب حرارة الجسم. تبذل حكومتنا الرشيدة الكثير من الجهود للارتفاع بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تشييد المرافق العامة من حدائق ومنتزهات وغيرها بكامل الخدمات من مصليات ودورات مياه. لذا ينبغي لنا
بوصفنا أفرادا مسؤولين في المجتمع الالتزام بالقيم الإسلامية من خلال الحرص على تنظيفها بعد الاستخدام وقبل الخروج منها حتى تظل نظيفة كما كانت. أخطار ما بعد الاستحمام: الرشح ونزلات البرد. قد نتعرض لنزلات البرد والإصابة بالرشح إذا لم نحرص بعد الاستحمام على الأخذ بأسباب السلامة والوقاية نتيجة الانتقال من جو الحمام الدافئ إلى جو بارد، لكن بإمكاننا بمشيئة الله تعالى أن نتفادى الإصابة بذلك من خلال اتباع ما يأتي. صب الماء المعتدل الحرارة على الجسم والرأس قبل الخروج من الحمام، يعني بعد ما كان جسمي سخن أحط شوية مية معتدلين على جسمي ورأسي قبل ما أخرج عشان ما أطلعش من السخن للبارد مرة واحدة، أخلي ماء معتدل. تكفيف الجسم والشعر وتغطيتهما بمنشفة أو بثوب الاستحمام قبل الخروج، تنشف جسمك وشعرك تمام وتغطيهم عشان لما تخرج ما تبردش. لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتقال الجراثيم والفيروسات ومنها فيروس كورونا كوفيد-19. كده أظن انتهى الدرس. ما تبخلوش علينا باللايك والدعاء والاشتراك في القناة، عليها مهارات حياتية ولغتي وإسلامية ورياضيات وعلوم. أي شيء عاوزه في قائمة من الصف الأول للسادس، ابحث في قوائم صفك هتجد كل المواد. ارسل القناة لزملائك وأحبابك وعلق التعليق الجيد وادعي لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.